السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وكل عام وأنتم بخير. رمضان على الأبواب. هنعمل النهاردة روتيني اليومي. هنعمل سمك المكرونة، ودي كمية المواعين اللي كانت موجودة بعد فيديو الطحينة. كنت بصور فيديو الطحينة وسلطة الطحينة. هنشطب المواعين وهنطلع السمك عشان نعمله مع بعض. سمك المكرونة مهم ومفيد، يا ريت تتعرفوا عليه. في ناس لقيتهم مش عارفينه، بيحتوي على أوميجا 3 وفيتامين د ويود. اليود ده مهم جدا. خلصنا نضفنا المواعين وطلعنا سمك المكرونة، مشتريينه من على البحر. على فكرة رخيص السمك وممكن ينضفه لكم. ممكن بتلاقوه كيلو ب750 فلس او بالنار مع التنظيف. انا بجيبه، بحب انا انضفه بنفسي. هو بيحتوي على يود، فبيقي الاطفال من مرض الكساح، والكبار بيقيهم من هشاشة العظام ومرض الزهايمر، ونقص هرمون الغدة الدرقية لاحتوائه على كمية كبيرة قوي من اليود، فبيفيد الحامل. طبعا انا بقطع الزعانف بالمقص وبنظف البطن كده خالص بعد ما قشرته بالسكينة. انا عاملة كمية صغيرة، نفرين بس اللي هياكلوا. ببقى وانا واقفة كده بنضفه، سهل خالص. الناس المغتربين اللي هنا ده وان اوفر من اي حاجة، حتى البلطي على البحر بالنار. وكان عندي رز متبقي من امبارح، فقلت اعمل معاه السمك. هنا بشرت الثوم وعصرت عليه ليمونة، وحطيت قشر الليمونة في قلب الزيت، بيحافظ على رائحة المطبخ الليمونة، ومش مهم لو اتحرقت. حطيت على الثوم والدقيق ملح وفلفل وملح وكمون وشطة. حشيت السمك بقلبه من الكمون، والدقيق هغلفه بيه، والزيت اهو سخن. ونغلف البطن ونحافظ على الثوم ان ما يطلعش. حتى البطن نغلفها بالدقيق وننفض السمكة من الدقيق عشان ما يبقاش كتير فيها. بعد ما يتحمر نحطه في المصفى. دي الموسيقى بتاعت ام فارس، مش عارفة اليوتيوب هيعاقبني عليها ولا لا، ولا سارقين موسيقى ولا حاجة، موسيقى البنت. ده السمك اهو، جميل رائع. مش تنسوا لايك وشير. ودي كوباية الشاي الجميلة اللي بشربها، وبشرب شرب عصير بقى. اشوفكم في اتم صحة واحسن حال. وده كان فيديو النهاردة وغدانا. الى اللقاء، مع السلامة.